جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هل يجوز أن يهجر العاصي والمبتدع بدعة غير مكفرة أكثر من ثلاث؟ العاصي المعصية المفسقة هذا ما يكون أخا لك، كذلك غيره من مرتكبي الكبائر إذا أصر عليها ما هو أخا لك، تهجره. نعم.